السلام عليكم وان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد واللي باش يفيد لاعبين الهواتف بنسبه 100%. تقريبا كلكم عارفين منذ حوالي اكثر من 10 ايام نزلت لكم هذا الفيديو واللي جربت اني نلعب بالهاتف بعد اعتزال دهم اكثر من 4 سنوات. وفي هذاك الفيديو قلت لكم اعطوني مهله 15 يوم وراح تشوفوا المستوى اللي نقدر نوصله والاهم الاعدادات اللي نقدر نسويها. واليوم جاء الوقت المناسب باش نعطيكم اقوى حساسيه للهواتف واللي راح تخلي كل العالم واليوتيوبر يقولوا عليكم انكم زيتين. على كل حطوا لايك واشتركوا في القناه وتابعوا الفيديو للاخر لكي تاخذوا الحساسين. عزيزي المشاهد، مثل ما خبرتك من قبل انه الوقت مهم كثير، وخبرتك ايضا انه كثير من الاشخاص حلمهم انهم يعملوا فلوس، ومثل العاده فمنصه بوكت بروكر هي الحل المناسب وراح تساعدك بشكل كبير. فاول شيء لازم تعمله هو لازمك تسجل، تحط الايميل تبعك والباسورد الخاص بيه، تحط البرومو كود الخاص بيه واللي هو FF100. والان اكيد كلكم راح تقولوا لي كيف راح تساعدنا منصه بوكت بروكر في بدء التداول، فحبيت نقول لكم انه في انواع كثيره من التداول، التداول الاجتماعي، اشارات التداول والمؤشرات. كما تشاهد الان هذه طريقه الايداع، فهي طريقه سهله جدا، كذلك تقدر تعمل عمليه الايداع باكثر من طريقه. كما كنتوا تلاحظوا المنصه سهله جدا وفيها اي تعقيدات، والاهم انه الايداع والسحب مدحان بالعمله المشفره. ومن ميزات هاي العمله المشفره التداول السريع، تداول الاسهم فوركس ام تي 4 فوركس ام تي 5. والان دخلت في صفقه صعود بقيمه 100 دولار، وقدرت اني نربح اكثر من 190 دولار. وفي النهايه حبيت نقول لك لا تفوت عليك الفرصه وابدا في التداول الان. وحتى اذا كان عندك اي استفسار ففريق الدعم موجود على مدار الساعات كامل ايام الاسبوع وراح يجاوبك على اي استفسار. والاهم لا تنسى تستعمل البرومو كود الخاص بي لانه مع اول ايداع راح يعطيك الضعف بنسبه 100%. راح اخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. خليكم مع الايم، ركزوا لي مع الايم، يلا كلش احمر. بوم. احمر احمر. ويلي 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 ويلي، كلش احمر احمر احمراني. شوف 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 شوف، ضاعت كلش احمر شباب، نضرب كلش احمر. يعني قلت لكم هنا 15 يوم فقط، 15 يوم فقط. وهذا الايم نحارب به العالم، نحارب به العالم يا اسرار. خلينا ناخذ شوت جون الان، خلينا نجربه بالشوت جون. ناخذه بربر، نجربه الايم، يلا. بق كلش احمر يا سيدي. يلا لاحظوا شباب كلش احمر. اوه ضربته في رجليه، ضربته في رجليه، يلا ود. قلت لكم اعطوني مهله 15 يوم وراح من يوم وصاعدا راح يصير لاعب هاتف، يصير لاعب هاتف. اي شخص يكتب لي هاكر راح بند، راح اعمل له بلوك. خلينا الان ندخل نلعب وطرح كلاس سكواد ونجرب الاعدادات. صراحه نتشوق كثير كثير. يا رب يكون الايم مثل في التدريب. خلينا نشوف وينكم وينكم. هذا الشخص الاول، ضاعت. وان تاب وان تاب فيك. ويلي ويلي ويلي، صرت هاكر بالهيك، صرت هاكر. ضاعت. وان تاب وان تاب، ضاعت. لا لا مش طايحني، مش طايحني. ماكديس وينكم وينكم وينكم؟ هاو هذا الشخص. يا 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 ضربني. يا عمر كعبة دم. واحد بصجرة، واحد بصجرة. هذاك من بعيد لازم يتيح. ادخل 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 للبيت. جو 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 جو، طلعوا الزوز. لا لا لا، ضعف له النوك. ثاني لازم يتيح تاو. يا كيفاش ما طاحش؟ ضاع 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 عليه. طاح. كيف تشوفوا الايم صراحة شباب خرافي خرافي جدا. يعني تعبت كثير وانا نجيب في هاي الاعدادات. خلينا نكمل. واحد ورا الدروب، هذا بوت شكله. روح روح عامر دمي. جي 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 جي. وان تاب. حبيبي لا تقف وتضربني. نزل ثاني. الاصفر هذاك خرج عن النطاق. او يو يو فيق الاخر. واي يا يا، نزل شخص. ما عندي ثلج، ما عندي ثلج. ووو. يا الوليد صراحة وليت هاكر، والله وليت هاكر بالهاتف، منش نصدق، أنا منش نصدق. بس ناقصني شوية في التحركات، عندي الموفمون ناقص شوية.
التحركات هي الناقصة شوية. خلينا نروح. وينهم وينهم وين؟ نقصني شوية في الثلج فقط، لو رحت في الثلج نصير محترف. وانتا او صفرة. جي 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 جي. وينهم؟ يفيق فيه. لا لا ضع وان تاب. لا 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 فيق 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 ثلجة فيق صح فيق الكيل نعمل كعبة دم. روح 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 وان تاب. ليه بتكبس؟ اوه يعمل في دم وبابرة. ابرة عنده ابرة. وان تاب ما تشوفوا. لحظة 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 عامل اوريو. وان تاب يا عبد حبيبي. كيما تلاحظوا شباب الايم عندي خرافي وثابت جدا، يعني اعدادات الهاتف هذه تقدروا تقولوا اعدادات هاكر مش اعدادات. هذا بوت طاح. شو يعمل هذا؟ وان تاب حبيبي. يعني انا اقول لك اقوى ايم صار عندي بالهاتف وانت تقول لي مطبص وتضرب. صديقي طاح غاديك. خليني نروح. وان تاب ما بوجهو ليه منشي مصدق روحي الولاد والله. ايم عندي صار بالهاتف. لعبة فري فاير لعبة سهلة جدا. وينو الاخير وين؟ او داخل البيت داخل البيت. يعني قلت لكم شباب لعبة فري فاير صارت سهلة جدا. العيب الواحد بالهاتف انه الشاشة متاعه صغيرة. عندي الايفون 12 هذا الشاشة متاعه صغيرة كثير، وانا سنسب شاشة كبيرة على كل. وزد الهواتف لازم نجيب معايا بي سي في السكواد باش ندخل نلعب ضد بي سيات، لانه الهواتف نوبال صراحة. تخيلوا عندي الايم هذا نلعب ضد هواتف كلهم بوتات. ويلي 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 نكسر الثلجة هذا. وينهم 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 وين؟ برجوا لي الايم خرافي. انا شخت على الايم. الايم تاعي بالهاتف اصبح اقوى من البي سي. لو لاحظتوا انه الايم عندي بالهاتف اقوى من البي سي. ضيعته. في شخص هنا. وان تاب. ما لازم تقول ما بينش راسك حبيبي، لازم تقول ما بينش راسك. وين من الباقي؟ يا فيق طيحت. ساعدني 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 المايك. ساعد نشوف جنوب هذا. شو من الثلج وين حط؟ معايا اصدقائي نوبات. عادي عادي مش مشكل. خلينا نروح للراوند الاخير. مستحيل يفوزوا مستحيل. خلينا نجيب وود بيكر شوت جان ثلج. ناخذوا ابره لازم ناخذوا ابره. ناخذوا بعد ابره. مازال عندنا بنقود مازال. عارف انكم الان كلكم تقولوا الحساسيه بدنا الحساسيه روبلتي بليز الحساسيه. كمل الفيديو للاخر راح تاخذ الحساسيه. شوف 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 من بعد كيلومتر نضرب هيد شوت. بصراحه شكيت في روحي يعني. وين وين الاخير؟ في شخص اخر. وان تاب. وان كلش احمر كلش احمر. خليني نفنش. تعال تعال. لو 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 ابد ابد نعمل كعبة دم. وين 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 اللي بقى؟ هاوك ريتو 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 نوك. عنده ابرة. جري 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 جري. ناقصتني شوية في التحركات فقط. يصير عندي تحركات حلوة. يصير مختلف بالهاتف. تعال تعال لا تخاف. يلا وان تاب بالبربر بوم. بويا بويا
قلت لكم شباب اقسم بالله لو كان نزيد 15 يوم اخرى فقط نتعود على الموفمون وحركاته ونصير نحط ثلجه خفيفه نصير هاك. خلينا ندخل جيم اخر. يلا وين طالع حبيبتي؟ ينزل ينوك. وين طالع انت ثاني؟ كلش اصفر ذا. ايم راح ايم راح. تعال واو طلع وحدك. وين الايم؟ خذيتوني بعين. انزل 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 لحظه. كلش اصفر. جيجي اعمل شجره. هذا ايه ما جيش فيه. ناك حبيبي ناك. قوة الايم. وينو الاخير؟ وينو الاخير؟ وينو الاخ؟ اوه وانت ورايا. ناك هيد كل شصوت. لا 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 سرقوني الكيل. سرقوني الكيل. يلا 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 خلينا نكسر الثلج. كسر 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 كسر. I need blue wall. تقولي كيلا حرام صح كنت ايس حلوة كثير. وين 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 وين. I need blue wall. وين راح؟ اليوم الخلف. ارجع ارجع ادخل منه. Help me. اطلع من السطح. وين وين وين. اي نوك جيجي. برجولية والله الولاد مانيشني مصدق. اوه 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 اهبط اهبط اهبط. تفيق فيها ما تحشمش. ما شفتنيش تفيق فيها. خليني نفنش. كلكم مستغربين من هذا الحساسية. كلكم راح تشكوا فيا. يلا انزل انت انزل انت تضرب. ما غاديش تعمل غادي في السطح. انزل. الاخر وين الاخر وين؟ حسوا لفوق حسوا فوق. خلينا نطلع له. تعال ايم راح. شوف الثلج. ويلي ويلي على المضمون. لا 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 لا. وين راح؟ اهو ليه؟ لا 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 يا رب انتاب. شي 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 برجولية يا شباب الحساسية عندي صارت حلوة كثير. من اليوم وصاعد مش لعب كان بالهاتف. من اليوم وصاعد مش لعب كان بالهاتف. لحد يقول يرجع على بالبيسي. خلينا نروح. Go for the airdrop. هاتهم أصلا اللي ضدي نوبات. لازم نجيب معايا شخص بيسي هكا مش نطيح ضد لاعبين اللي ضد لاعبين بيسي من العاب ضد هواتف. أوي أوي أوي. يوت بربر روحي روحي روحي. بعدين كنا نطلع للبيت. نعمل دمي. هوب لاويت. يلا طير. ما تفنشش راسي باين. يوه هبتي هبتي هبتي. طالع تتلبدي نوك. بس وبين كيفاش ما نقدرش نجيبه ولا الكرون شاشه صغيره على الاخر. يلا طب يلا يلا انت بسجره بسجره. ضيعته ضيعته. اطلع 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 وبين. يلا باي باي. صراحة صرت قوي جدا الولاد بالهاتف والله. الجولة الأخيرة هذا مش نربحهم 4-0 بإذن الله نربحهم 4-0. وين رايح حبيبي؟ تعال أصفر. نوك 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 نوك. يلا جي جي جي. تعال أنت تضرب فيا نوك. الأيم صار حلو كثير كيما تشوفوا الولاد. الأيم فيق فيق يو فيق صحة نفسه. عندي شخصية ثانية خليني ندمر هذا بالشخصية. شو ضربتها شوف. هو في البيت في البيت. يلا بين راسك بوت. يلا علو بيعل علو. بس ممكن تبينش راسك معاي. تبين راسك بالهاتف نطيره لك. طب يلا تعال وان تاب. بصراحة شباب
حساسية صارت عندي كثير كثير أسطورية. كيف تشاهدوا أسهل زوز جيمات نلعبهم في حياتي. يعني تخيلوا معي لو نصير ننزل ستريم سنايب بالهاتف، كل العالم راح يصير يشكي ويبكي، ورومانسي عمل الهاكر في الهاتف، ورومانسي زيتها في الهاتف، ورومانسي ورومانسي ورومانسي. آه يا رومانسي كم أنت أسطور. قلت لكم شباب إن إذا حطيت هدف في حياتي نوصل، ولكن أنا عملت هذا الفيديو باش يكون عبرة لكل متابع يشاهدني. يعني لازمك في الحياة هذه تحط هدف. أنا قلت لكم أعطوني 15 يوم فقط وراح صير محترف بالهاتف، بعد 15 يوم فقط صرت محترف كما وعدتكم. يعني حطيت هدف قدرت اني نوصل له. فلذلك اي شخص يشاهدني الان، اذا حطيت انت هدف في حياتك قادر انك توصل. اوكي هذه ريكوردها هبطها في التيك توك، راح تجيب لكم ملايين المشاهدات. يعني على كل، عارف انكم الكلكم الان تقولوا لي الحساسيه، اين الحساسيه رومانسية؟ اعطيني الحساسيه، ورينا الحساسيه. فحبيت نقول لكم راح نزل لكم فيديو فيه الطرق، كل الطرق اللي سويتها من دي بي اي تبع الموبايل، من الحساسية تبع الفري فاير، وأهم شيء إعدادات تبع الهاتف. يعني ثلاث حاجات هذم بقيت 15 يوم كام كل يوم وأنا نبحث ونعمل في أبحاثي، مش قدرت نوصل لهي الحساسية. على كل، عارف يا رومانسي كم أنت كبير، كم أنت محترف. على كل، إذا وصل هذا الفيديو 20,000 لايك، إذا وصل اليوم 20,000 لايك غدا ننزل لكم الفيديو. يوصل بعد يومين، يعني لما يلحق 20,000 لايك هذا الفيديو ننزل لكم فيديو تفسير الإعدادات. ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة إذا كنتم مش مشتركين، ونلتقانا في فيديو قادم. باي.